عادة قضم الأظافر. طبعاً هالعادة محرجة جداً وغالباً تستمر حتى الكبر إن لم تعالج، وتسبب تشوه أيضاً لأطراف الأصابع والأظافر، وتسبب الشعور بالتوتر والاكتئاب والإحباط، وغالباً بيكون منشأها عصبي وتمارس أثناء القيام بعادات مألوفة لا تحتاج إلى تفكير مثل مشاهدة التلفزيون أو الملل، أو غالباً أيضاً تترافق بالتبول اللا إرادي نتيجة الخوف أو القلق أو التأخر الدراسي، أو طلب الأهل من الطفل القيام بأمور أكثر من قدرته. والآن إلى الحلول. 1. هناك طلاء خاص في الصيدليات يوجد لمنع الطفل من مص إصبعه أو قضم أظافره، فعليك عزيزي المربي اقتناءه. 2. وضع صحن أمام الطفل بيحتوي على ما يرويه عوضاً عن قضم أظافره، مثلاً مثل صحن جزر أو خيار أو تفاح أو حتى مكسرات. تعويده على أكل العلكة أيضاً مفيد، بإمكاننا تعويضه بفيتامينات تعوضه على وتعطيه رونق لأظافره وأصابعه مثل فيتامين المغنيسيوم. أشغله بما يفيده ولا تدع له مجالاً للملل أو الفراغ. اشتري له أدوات رسم وكتابة، أو اشتري له الكرة الخاصة للضغط لإفراغ شحنات العصبية عنده. وآخر شيء الإصغاء للطفل وخلق علاقة طيبة معه، رح يخليه يعبر ويقول رأيه ويفكر بصوت عالي. هذا بيخفف عنه الكثير من الضغط النفسي وبيريحه وبيشعره باهتمامنا فيه.